حرب مخدرات على الحدود الأردنية السورية، هذا ما وصف به الجيش الأردني محاولات مجموعات وتنظيمات منها ما هو إيراني تهريب المخدرات. وأكد الجيش أن هذه التنظيمات تحمل أجندات خارجية. أي تواجد لهذه الميليشيات، أي تواجد للقوات الإيرانية هو فعليا من أجل تنفيذ أهداف سياسية أيديولوجية. يعني إذا أنا بدي أطلع على إيران، إيران هدفها الرئيسي أن تؤسس موطئ قدم وتأثير في سوريا شبيه باللي إلها في موضوع جنوب لبنان بهذا الأمر. على طول الحدود الشمالية والشرقية ينتشر الجيش الأردني. لا سمح الله إذا بيصير أي اشتباك أنا معكم. فحالة الفراغ الأمني في سوريا معقدة، وتستغلها مجموعات تحاول تمويل أجنداتها عن طريق بيع المخدرات في الأردن والمنطقة. تغيير قواعد الاشتباك بالنسبة للقوات المسلحة الأردنية كانت مرتبطة إلى حد كبير بتغيير نمط هذه الحركات من التسلل إلى أحيانا المواجهة وإطلاق النار، وبالتالي تم تغيير قواعد الاشتباك على هذا الأساس. ولأن عمليات التهريب ممنهجة، يطبق الجيش قواعد اشتباك جديدة سمحت بالقضاء على بعض المهربين في الآونة الأخيرة وضبط 20 مليون حبة كبتاجون، كما أجبرت هذه الإجراءات المشددة المهربين على رفع أجرة المهرب من حوالي 3000 دولار إلى 14000 بسبب العوائق التي باتت تواجه عمليات التهريب. حالة استنفار أمنية تشهدها الحدود الأردنية مع سوريا، عنوانها الأبرز حرب مخدرات، فيما تحمل في طياتها مساعي السلطات للتصدي لأجندات سياسية خارجية تهدد الأمن الوطني الأردني. نايف مشاقبة، سكانوز عربية، عمان.